قمر اخت صباح. قمر اخت صباح؟ ايوه قمر اخت صباح. قمر ده كانت بتلعب كرة في الشارع مع الصبيان، ده بنت مدكرة. طب بذمتك انا لو اخوك تعملي فيه حملة زي دي؟ تجوزيني جواز زي دي؟ مال بنت جدعة وبنت راجل. هو انا داخل خناقة؟ ده جواز يا سمر، جواز. نشبت الواحد يا مخلص يا اخي يا اخي، حس بالنار اللي انا فيها، حس بيا. مش كفايه هسيبك تنام في حضن واحده تانية؟ هي واحدة؟ انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ انت بتعيطي ليه بس؟ يا ست الكلام اخده وعاطى، انا ما قلتش مش موافق. يعني انت موافق؟ طب بس صلي على النبي يا سمر. عليه الصلاة والسلام. يا حبيبتي ده جواز، وبعدين احنا مش عايزين نجيب حاجة حلوة كده وروح حلوة، ها؟ يعني لازم روحي تكون مقبلة كده على اللي هتجوزها. مقبلة؟ مقبلة ليه؟ هو احنا مش عايزين نجيب عيل وخلاص؟ وصباح، انت نسيت صباح؟ صباح اللي وقفلي في اللومه في الزور في الشغل، صباح اللي منشفه ريقي، انا سيبها؟ مالها صباح؟ ما هي بقت صاحبة مكتبة وراسها براسها، وانت بتقول شاطرة وهنعلمها. لو نبقى سامر عشان خاطري ده كده ظلم، حرام عليكي. عشان خاطري، عشان خاطري يوافق وريحني. انا هتجنن، ايه السر في قمر يعني؟ تكونش عشان وحشه، عشان تفضلي انت حلوه في نظري؟ طب عليا الطلاق بالثلاثه منك يا سمر، لو اتجوزت ملك الجمال العالم هتفضلي انت اجمل ست في حياتي. يا بنت انا بحبك يا سمر، انا بحبك ماليش غيري. وانا كمان بحبك. انا مصدقاك، مصدقاك. وعشان الكلام الحلو ده اتجوز اللي انت عاوزها. لا يا ست، انا مش هتجوز غير اللي انت اختارهولي، بس اي واحد تاني. طب ايه رايك في سعاد؟ سعاد بنت عمتك؟ سعاد؟ سعاد بنت عمتي؟ هو سعاد بنت عمتي دي انت شفتها غير مره واحده؟ ما تقول، ولا يمكن شفتها من ورايا؟ ما تقول يا مخلص. حد الله ما شفت حاجه، خلاص انا كويسه على البركه. هو ما انزل انا بقى، انت فاتي لي الوقت، ما تغميش نفسك. خلاص وريني الضحكة الحلوة بقى. ايوه كده، يعني ده اخر كلام؟ خلاص يا ست، امر امر. هيقفل الميتين على السريع كده وهننزل. طب قومي يا بودي. مش قال خش عند خالتك جوه. مش داخل. طب انزل العب في الشارع تحت. وربنا انا مولع لك في الشقة. ايه يا خمسة شفر؟ لا ما شاء الله، ربنا يخلي يا ست صباح. الله يخليك. بص يا ست صباح، انا هجيب معاكي من الاخر بقى، زي ما انت عارفه انا الست بتاعتي ما بتخلفش، نصيبنا كده. ما انا عارفه اخويا، كله بامر الله. واحنا الناس بنصون العشره، مالناش في الطلاق. عداك العيب. انا كنت واخد عهد على نفسي اللي انا ما اتجوزتش ولا افكر في الجواز ده خالص غير لما مراتي توافق. هو كده صح؟ وهي وافقت واختارت لي العروسه كمان. تمام. العروسه دي عندي. عندنا؟ اختك قمر. قمر؟ قمر. بتقول حاجة كبيرة، اسد معايا في الكلام. أصل يعني الواحد هيقول إيه؟ أنت قلت كل حاجة وفاضل بقى ست صباح ترد عليك. يا سي محروس، بس أصل المفاجأة لخبطتني. هي اتلخبط. بعدين ما تأخذنيش يعني يا سي مخلص، البت كبرت خلاص. وأنا ماليش عليها حكم غير في الصح. ودي جوازة على جوازة. فلازم اخد رايها. طبعا طبعا لازم تاخد رايها، ده قمر دي ست الصبايا. طب احنا هنستنى عليك يومين ثلاثه وترد عليك. يومين ثلاثه يا عم الحاج؟ طب خمسه انت كده كتير. بقول لك يا ست الصبايا، الباب اهو خطوتين كده، اساليها وخد رايها ان شاء الله خير. انا عن نفسي ما عنديش مانع، انت ما تتعيبش، انت ابن اصول واحنا كلنا عارفينك هنا ابا عن جد ما شاء الله عليك. الله يكرم اصلك يا ست الصبايا. خلاص مفيش مانع، نستنى رأيها بكرة الصبح. طب احنا هنستنى هنا لبكرة الصبح ولا هنمشي؟ لا هنمشي يا محروس. لا نجيب عشا. طيب لا خليها بكرة بقى، وبالمرة نشرب الشربات. بالإذن الصباح. بالإذن، شرفت وأنست. اتفضل يا كبير. خطوة عزيزة. عايز المدار. واقفة بتلمعي أكر. ويا ريتني سمعت حاجة.
كان عايز الجدع ده جاي يطلب ايد. يا نهار على الفرحه، تاني عريس يعني خربت الدنيا بجمالي. بس مخلص ده متجوز. بس مراته ما بتخلفش. يعني عايز يتجوز ارنبه بقى تولد له. لا وخدي دي عندك، مراته اللي اختارتك. شوف الوليه، قال يعني بقى مختار له الوحشه عشان يلف ويرجع لها في اي وقت. بصي انا هقول له عمر صغيره مش موافقه على الجواز. صغيره ده ايه؟ وحياه امها على فلفلها كده وشطشطها. انا موافقه اتجوز مخلص. ايه ده؟ يعني انت موافقه؟ طبعا موافقه، ده سيد الرجال وبعدين هينفعنا في الشغل. ده انت عايزه تتجوزيه بقى عشان تكيدي مراته؟ ادينا بنجربه وبعدين مز ومقرش. يعني اقول له ايه؟ تقولي له موافقه. قولي له يتقدم رسمي ويجيب شبكه ونعمل فرح ونعيش بقى يا ام بودي ونفرح بلاش نكد. ماشي اللي تشوفيه. عروسه عروسه اللي هي اللي اختارت له قمر. طب والمصحف اللي خليها تندم. انا جيت حسب الميعاد الصباح، عايز اعرف الرد. يبقى الاصول بقى اناديلك العروسه تحضر الكلام. طبعا. امال الواد بودي فين؟ في الشارع في المدعوق البلاي ستيشن. ربنا يخليه لك. هناديلك العروسه. اتفضلي. يا بنت بتعملي ايه ده كله؟ الراجل بقاله ساعه قاعد بره. بحط شويه احمر. شويه احمر واللي في وشك ده كله مش احمر؟ يلا حلو كده كفايه. جاب ايه وهو جاي؟ جاب ايه يعني ايه؟ ما جابش حاجه، ايد ورا وايد قدام. من اولها كده هيعمل روحه من ليبيا. واحنا لسه اتفقنا؟ ما قلتلي بلاش الجوازه دي. صممتي؟ طب سيبيني انا بقى الطلعه دي، انا اللي هتفق. تعالي يا اختي اتفقي. حلوة يلا يا اختي. حلوة حلوة. بسم الله ما شاء الله. اسمع المسمى بصحيح. ازيك يا رئيس مخلص؟ ازيك يا مسمى الامر؟ اتفضل. هعمل لكم شاي. عامله ايه في الجامعه؟ الحمد لله كويسه، بس شلت ماده الترم ده. يا شيخ انا كنت فاكرك شاطر. لا ما انا شاطره بس شلتها ظلم. ما سعيد قال لي معلش تتعوض في الترم التاني. ولا ما تتعوضش، ادينا بنتسلى. كانت الست صباح قالت لي يعني الكلام معاكي. طلباتك يا عروسه؟ لا طلبات ايه، انا ماليش طلبات. يعني زي اي بنت بتتجوز، نفسي فستان فرح ابيض وشقة محندقة وعريس ابن حلال. وانت من بيت طيب يا رئيس مخلص. الله يكرم اصلا. طبعا طلباتك من عندي قبل عندي، بس يعني بتكلم بالنسبة لفستان الفرح الابيض ده ملوش لازمة. انا كان غرضي يعني نعمل حاجة على الضيق كده. لا لا لا، ضيق ايه؟ دي بنت بنود، دي اول فرحتي وفرحة قلبي، ما ينفعش ضيق ابدا. شاي. تسلم ايدك. خلاص نعمل فرح. احنا نعمل فرح في نادي المعلمين اللي في الزمالك قصاد الاوبرا على طول، مكان فخم وحلو يعني. ولا نعمله في النيل، مركب كبير من اللي بيدور بموتور لومات حمراء وخضراء، بيبقى حاجه جميله قوي فخمه. لا انا عايزه فرح هنا في الحته. في الحته؟ مش انا بقول يعني نعمل فرح في النادي مركب، فرح كبير يعني مكلف. ما انا عايزاه فرح كبير بس في الحته. ولا انت مش عايز تضايق مراتك؟ قمر، الست سمر ست كمل، واحنا ما يرضناش خراب البيوت. لا خراب بيوت ايه؟ لا مؤاخذه مش خراب بيوت ولا حاجه، ده سمر هي اللي مختاراها. ده مشاور عليكي بالصابع كده وقالت قمر لبلاش. اصيله والله. طب افهميني انت يا ست صباح. عيني.
عارف الفرح في الشارع يعني مشاكل، هيلم واغش وصيع، يشربوا ازازتين بيره يعملوا لنا خناقه في الفرح، يبقى احنا عملنا ايه؟ اه معاك حق، تصدق يحضروا الفرح من دول يسكروا ويدهملوا الدنيا هو ده اللي انا بقوله. بس اقول لك، انا هقول لك برضو، انت الناس تحبك وبيحترموك، ومحدش ابدا يستجرى ان هو يبوظ لك فرحك. ولا ايه؟ اشرب الشاي. خلاص ماشي، نعمل فرح كبير في الحارة ونجيب نمرة كمان. ليكي طلبات تانية في الصباح؟ هو العرف يا اخويا بيقول ان احنا هنجيب اوضة نوم ومطبخ. لا خلي عنك انت الصباح، قمر هتبقى مراتي وان شاء الله يعني هتبقى ام عيالي، ما يصحش ان انا اكرمكم حاجة. وبعدين انا الحمد لله راجل مقتدر، الكلام ده لما يكون شاب صغير، انا خلاص بقيت راجل كبير. لا كبير ده ايه، ده انت عم الشباب وبدر منور. قمر وبدر خير ان شاء الله. ان شاء الله تسلم، انت ابن اصول. شكرا. الصباح اشرب الشاي. نقرا الفاتحه بقى. نقرا الفاتحه. ألف مبروك يا قمر، ألف مبروك يا ريس مخلص. الله يبارك فيك. طب استأذن أنا عشان زغرته برحيبك. الله يبارك فيك، بعد إذنك. مبروك يا قمر. شرفت وأنست، ألف مبروك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته.